في نقطة كمان عايز أتكلم فيها، وهي نقطة إيه؟ ربط هزيمة النادي الأهلي برحيل بعض اللاعبين. إنك تربط الهزيمة بتاعت إمبارح من الزمالك إن فلان مشي وعلان مش عارف عمل إيه وكلام من ده ومشوا. تاني وتالت وعاشر. الأهلي ما بيقفش على أي لعيب، والتجارب كلها أثبتت كده. أساطير كبيرة أوي أوي اعتزلت. أساطير كبيرة جدا جدا رحلت عن النادي الأهلي. والأهلي بيكمل في بطولات وبيكمل في إنجازاته في مبارياته وبيسعد جماهيره. كل الشواهد بتقول كده. الخطيب اعتزل، أبو تريكة اعتزل، مصطفى عبده اعتزل، وائل جمعة، بركات، عماد متعب، ناس كتير قوي، أسماء تقيلة جدا اعتزلت، والأهلي بيكمل في طريقه في مشواره. فما ينفعش نربط إطلاق الهزيمة امبارح برحيل بعض الأسماء، حتى لو هم فنيا عاليين قوي قوي والاعتراف بكده موجود. ما ينفعش ان احنا نربط ده بهزيمه، لا، هزيمه ليها اخطاء فنيه تقدر تعالجها وتشتغل عليها في اللي جاي. ده كان كلام مهم جدا، ولازم لازم الوقت اللي احنا فيه ده نقف في ظهر الفريق. الفريق محتاجنا. الناس دي اشتغلت كتير وكسبتنا وراك كتير وعملت مجهود كويس جدا. وقت ما يحتاجونا لازم احنا نبقى في ظهرهم. لازم نفضل في ظهرهم لحد اخر الموسم. لحد ما ان شاء الله باذن الله احنا واثقين فيهم كل الثقه ان هم يحققوا لنا اهدافنا ويحققوا لنا طموحاتنا كجمهور للنادي الاهلي. فالثقه موجوده في الجهاز الفني، في اللاعبين.